فينا نقول انه نحن هلا بدنا نخبر، يعني نعمل مثل الجديد، يعني الجديد تبعه غير طريقه ليقدروا يمروا. بنقول نحن انه هلا حنخبركم اخبار حلوه ومنخبركم اخبار البلد. ايه والله حنبلش بنقول هلا حنخبركم اخبار البلد هيك، يعني مثل تيما زلزله على الجديد تبعت هيدي الطريقه. هي الطريقه اسمها ريفرس سايكولوجي، بقول لك انا هلا انه انا رح خبرك خبر حلو وشو ما خبرت من بعده ما عادي بصير، لانه يعني انت البرسبشن تبعيتك شو خبر حلو انه انت بتوقع خبر بيطلع يعني هيك تقريبا. يلا تفضلي اليوم. اليوم عندنا اخبار حلوه من العالم ميلاد. بنبلش باول خبر معنا اليوم من باكستان. قام احد مدمني لعبه ببجي الشهيره بباكستان باعاده تمثيل مشهد من اللعبه بحياته الواقعيه، وقتل عدد من افراد عائلته. اوكي شو عندنا بعد؟ هذا اخر خبر. هذا بشع الحب. في شيء يعني. اوكي اختي اخر خبر ساشا من غينيا. اوكي ماريا ماديالو عارضة ازياء فازت بمسابقه ملكه جمال غرب افريقيا. شوف هي شو حلوه. حبت تجرب مستحضر لبشرتها سويسري، ف هيك عمل بوجهها. شو شو هذا خبر مش بشع؟ لحظة، أول خبر هلا بنبلش بالأخبار الحلوة. حب شخص بكينيا إعادة تمثيل لعبة ببجي وقتل عدد من أفراد عائلته. مبدئيا كان أحلى خبر بحل على العائلة، هذا آخر 20 سنة. هلا خبر ثاني كثير حلو، ملكة جمال، يعني ما عندها شيء بحياتها إلا جمالها، متكلة على جمالها، حطت مستحضر تجميل سويسري، عرفت كيف؟ قام عمل لها حبوب شوهها من أولها. هذا خبر منه بشع. حط لي طمنجري. يا الله شفت كيف بتصير؟ شوف الاخبار احلى. قتل عدد من افراد عائلته باللبجي. شو ما عندهم دفعهم كلهم، بس حطيته من جرد غيرت الحياه. صار قوي بالببجي يعني شيء بوزيتيف. صار قوي بالببجي، صار شيء بوزيتيف. برافو عليك، صار قوي بالببجي، صار فيه يقتل عن حقيقه. شفت كيف؟ بس حطيته من جرد شفت كيف غيرت حياتك كله. لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv.